السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شباب وبنات الصف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم إن شاء الله جميعا بخير وفي أحسن حال. طيب حباب قلبي، إحنا طبعا ده الفيديو الثالث يا مستر، هتلاقي طبعا في بلاي ليست موجود فيها الحل بتاع الدروس بتاع الكتاب المعاصر بتاع حضرتك. خلاص، لو حضرتك أول مرة طبعا تتابعنا، روح اشترك بسرعة في القناة واعمل سبسكرايب. الحاجة التانية حضرتك فعل الجرس عشان يوصل لك الكونتنت الخاص بحضرتك، يوصل لك بيه نوتيفيكيشن. طيب مفروض حبايب قلبي احنا في قبل ده يا مستر حلينا السؤال اللي هو وات از مينت تو باي، ده اخر حاجه كنا وقفنا عندها. هنبتدي نبدا ان شاء الله من الكومبير، يلا بينا. اسئله الكومبير طبعا دي بتاعتك، يعني دي لعبتك. لما اجي اقول لك ايه هي الريجولار سبيد والريجولار سبيد اكوردنج تو ديفينيشن، يبقى حضرتك لازم تعرف. يبقى هتقول لي يا مستر، هتقول لي اولا هي السبيد اوف الموفينج اوبجكت ريجولار، اه يبقى وين اتس كفر ايكوال ديستانس ات ايكوال بيريود اوف تايم. طب هنا ايكوال ديستانس، اه يبقى ات ان ايكوال بيريود اوف تايم. يبقى انت عندك ديستانس عندك تايم، عندك ديستانس عندك تايم. وده ليه؟ لان سبيد انا قلت لك دايما ديستانس وايه وتايم. طيب ريجولار سبيد افريج سبيد، الافريج سبيد التوتال ديستانس اوفر التوتال ايه التوتال تايم. فحضرتك لازم تبقى حافظ الديفينيشن، الحاجات دي حفظ، دي بتاعتك، انا بسطتها لك على قد ما اقدر بحيث ان وانت بتحفظها تبقى حافظها بفهم وتكون فاهم انت بتكتب ايه وبتعمل ايه. عظيم عظيم جدا. طيب يلا بينا على اللي بعده. يلا يا مستر، الافريج سبيد الريجولار سبيد برضو دي لعبتك، كل الكومباريزون دي والكومبير دي كله بتاعك. طيب لذلك حضرتك محتاج ان انت ايه تجاوب على الاسئله دي، افريج سبيد ريلاتيف سبيد. طب هنا بقى بيقول لي ترين، تعال بقى نركز في دي، مالها يا مستر؟ بيقول لي ترين موفز كفر قد كده كيلومتر، دي الديستانس، ان ان اور ذات تايم، اند كفر 30 مينت 30 متر ماشي ان 1 سكند. يبقى دي ديستانس ودي ايه ودي تايم، ان ذا تيرم اوف الماجنتيود اوف السبيد، قارن ما بينهم في السبيد بتاعتها. هنا مديها لي متر بير سكند، يبقى انا احول ده متر بير سكند. اذا هنا يا مستر السبيد ايكوال ديستانس اوفر تايم، يبقى ايكوال ايه؟ هتقول لي الديستانس 72 اوفر التايم 1 اور، يطلع ب 72 كيلومتر بير اور. حصل حصل. ايه اللي هنعمله دلوقتي؟ هتقول لي انا هحول من كيلومتر بير اور تو متر بير سكند، من الكبير للصغير، يبقى هعمل مالتبلاي 5 اوفر 18. فهمت اللعبه؟ حضرتك هيطلع لك قد ايه يا مستر الاجابه؟ هيطلع لك 20 متر بير سكند. طب هنا الكلام 30 متر بير سكند، هنا 30 متر بير سكند. ها مين انهي سبيد اعلى؟ ده ماشي ب 20 متر في الثانيه واحده، ده بيكفر 30 متر في الثانيه واحده، يبقى مين اسرع؟ ال 30 متر طبعا. فهمت اللعبه؟ يبقى خد بالك بقى، الاولاني ده مين؟ الاولاني ده الترين، والتاني ده مين؟ الكار. يبقى انا بقارن ما بين الترين وما بين الكار، يبقى اقول له الكار بتتحرك ب 30، الترين بيتحرك ب 20، بس كده. طب يلا سؤالنا اللي بعده، وات ار ذا تو فاكتورز ذات كان بي يوزد تو ديسكرايب ذا بودي موشن، ايه هم التو فاكتور اللي هديسكرايب بيهم البودي موشن؟ هم حاجتين، اول حاجه الديستانس، ده اول فاكتور، والفاكتور الثاني التايم يا مستر. يبقى انا عندي ديستانس وايه؟ هتقول لي ديستانس وتايم. طيب الديستانس كفرد باي موفينج اوبجكت، والتايم التيكن باي موفينج اوبجكت تو كفر ذيس ديستانس، عشان يكفر الديستانس دي. وصلت؟ هما دول التو فاكتور. طيب يجي بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي منشن اليوز بتاعت السبيدومتر. طب السبيدومتر ده بيعمل لي ايه يا مستر؟ هتقول لي كده هيلب اس تو ايدنتيفاينج. يبقى ايدنتيفاينج مين يا ولاد؟ هتقول لي مستر هيلب اس تو ايدنتيفاي السبيد اوف، ونشوف هو بيسال على ايه؟ السبيدومتر. اه يبقى ده في الكار. طب افرض في البلين، يبقى اقول له في البلين، يبقى هو بيهيلب اس تو ايدنتيفاينج السبيد بتاعت الايه؟ بتاعت الكار. طيب يلا سؤالنا اللي بعده، يلا بينا. بيقول لي ايه؟ Which of the following moves at higher speed and why؟ يعني مين في دول بيتحرك بهاير سبيد وليه؟ ترين موف بقد كده وكار كفر قد كده في 40 متر في 20 سكند. يبقى يلا احسب لي هنا السبيد ايه يا معلم؟ هتقول لي هنا السبيد مداني واضحه 90 كيلومتر بير اور. حلو، حولها لي المتر بير سكند. ليه يا مستر؟ عرفت منين ان انت هتحولها كده على طول؟ عشان هنا بقول لك متر وسكند. ما خلاص بقى، يبقى لازم الاثنين قد بعض، يا اما تحول لي دي المتر بير سكند يا تحول دي كيلومتر بير اور. ما خلاص حولها المتر بير سكند. يبقى انا هتقول لي هعمل مالتبلاي عشان دي كبير وده صغير، يبقى من رايح من الكبير للصغير هعمل مالتبلاي 5 اوفر 18. حصل؟ تقول لك حصل. وبناء عليه ايه؟ اعمل لي الاثنين دول، اضرب لي دول في بالكالكوليتر، يطلع لك 25 متر بير سكند. مظبوط؟ تقول لي مظبوط يا دكتور. حلو. طب بعد كده بقى الكلام على ايه؟ هتقول لي الكلام على ان هنا 40 متر in 2 hours. طب ده معناه ايه؟ معناه ان السبيد ايكوال ديستانس اوفر تايم، يعني يطلع ب 20
متر بير سكند. اذا مين اسرع؟ هتقول لي كده يا مستر في الحاله ديت الاولاني اللي هو كان مين، اللي هو الترين، هيكون ايه ب 25. اذا ده فاستر، ده سبيد فاليو اعلى، الفاليو بتاعت السبيد بتاعته اعلى. خلاص كده يبقى ده بيكفر 25 متر in each 1 second، انما ده 20 متر في كل ايه 1 second. يلا بينا على البروبلمز. يلا يا مستر، اول سؤال يا دكتور بيقول لك ايه؟ ترين ترافلز من الكايرو تو الكسندريا a distance of قد كده، يبقى انا عندي الديستانس ان الاورز، يبقى ده التايم، مديني ديستانس تايم. اه يبقى هيسال على السبيد، ادي السبيد اهي، هقول له ايكوال ديستانس اوفر تايم، يطلع 125 يا مستر كيلومتر بير اور. بس كده، ولازم طبعا حضرتك تكتب اللو بتاعك في الاجابه، يعني تقول كده ان السبيد ايكوال ديستانس اوفر تايم، السبيد متر بير سكند. طب والديستانس بالمتر والتايم بالسكند، لازم يبقى قدام عينك. ترين كفر قد كده متر، دي الديستانس، انتو سكند ده التايم، فايند السبيد ان كيلومتر، حاضر. يبقى هنا عباره عن 50 اوفر 2، دي كده ديستانس على تايم، اللي انا جبتها ديت هيطلع ب 25 متر بير سكند. المره دي عايزك تحوله لايه؟ لكيلومتر بير اور. يبقى الكلام عليها يا دكتور، هتقول لي يا مستر طالما من الصغير للكبير، اه يبقى هعمل ديفايد 5 اوفر 18، يطلع لك الرايت تشويز على طول. لو عملت اللي انا قلت لك عليه ده هتطلع لك الرايت تشويز هنا 90. ايه يا مستر؟ هتقول لي 90 كيلومتر بير اور. طب يلا، ترين ستارت تو موف ات 7 اوكلوك ان ذا مورنينج، في الصباح قطر هيتحرك الساعه 7 الصبح. ذن وات ذا تايم اوف الارايفل، يبقى هو عايز هيوصل امتى؟ يبقى هو طالما قال لي 7 اوكلوك يبقى انا هقول له هيوصل قد كده اوكلوك، خلاص؟ يعني هو عايز يسالك بعد ما تحسب التايم طبعا، هيقول لك هو هيوصل الساعه كام؟ فانت هتشوف مثلا لو هو هيوصل بعد 5 ساعات يبقى انا هجمع على السبعه دي 5 واقول له ده هيوصل الساعه كذا، فهمت؟ طب يلا، if it moves at speed of قد كده يبقى مديني السبيد، خلاص؟ to cover the distance دي مديني distance، يبقى انت شفت هو بيسالك في ايه؟ في تايم. يبقى تيجي تقول لي كده يا مستر اللي احنا عارفينه ان السبيد ايكوال ديستانس اوفر تايم، حصل؟ حصل. طب انت مديني ايه؟ مديني السبيد. طب انت فاكر السبيد بتاعته كانت بكام؟ اه اهو، قال لي السبيد بتاعته 100. طب والديستانس 5 ايه؟ 500 كيلومتر. يبقى نقول هنا ديستانس 500 والسبيد 100. طب مش انت عايز التايم؟ اه يبقى نقول ايه؟ الديستانس اوفر السبيد، دول مع بعض يطلع ايه؟ 5 اورز، اهو 5 ساعات. طالما 5 ساعات اه يبقى مش هو كان بادئ حركه السبعه 7 اوكلوك؟ هتقول لي اه. طالما 7 اوكلوك يبقى هو يوصل امتى؟ هتقول لي 7 بلس ال 5، اجمع الاثنين دول على بعض هيطلعوا كام؟ هتقول لي يا مستر هيطلعوا 12، يبقى هو هيوصل الساعه ايه؟ هيوصل الساعه 12. طب نرد نقول له ايه بقى الاجابه نكتبها ازاي؟ نقول له يا مستر التايم اوف الارايفل از، تقول لي كده 12، هو مش كان ماشي 7 اوكلوك مورنينج؟ اه يبقى هيوصل 12 ايه بقى؟ بي ام. ليه بي ام؟ ما حضرتك 7 اوكلوك ده الاي ام، اول ما جت 12 احنا كده بقينا في البي ام. وصلت؟ عشان خد بالك دي برضو من الاجابات عشان تكون مجاوبه صح، احنا بنتكلم بقى فول مارك، بتكلم على دكاتره عايزه تجيب الفول مارك. فول مارك اه كل صغيره وكبيره بكون فاهمها، حلوه كبيره دي. طب يلا بينا. بيقول لي باس كفرز ديستانس اوف قد كده، يبقى انا عندي الديستانس، ادي السبيد كده مديني السبيد، ذن اتس كفر قد كده كيلومتر، كيلومتر اه ميجرنج يونت اوف ديستانس، 70 كيلومتر بير اور يبقى دي سبيد. كالكيوليت التايم نيدد تو كفر ذا وول ديستانس، هو عايز ايه بقى؟ انا عايز التايم اللي محتاجه عشان اكفر الوول ديستانس. طب تعالى واحده واحده، مش انت عندك اتوبيس مديك هنا الديستانس ومديك سبيد؟ اه يبقى هتجيب له هنا تايم. بعد كده مديك ديستانس ومديك سبيد؟ اه يبقى انت هتجيب له هنا تايم. الاولاني ده التايم الاول والتاني بتاع التريب الثانيه، اجمع الاثنين على بعض اللي انت جبتهم يبقى انت جبت له التايم نيدد للوول ديستانس. فهمت اللعبه؟ طب يا مستر هنلعبها ازاي دي؟ عادي جدا اهو يا ابني، مش انت احنا عايزين نجيب ايه؟ التايم، مش التايم احنا عارفين ايكوال ديستانس اوفر السبيد. اه يبقى يلا الاولانيه هتقول لي كده 120 اوفر كام؟ 90. طب والثانيه هتقول لي 105 اوفر 70. يلا بقى بالكالكوليتر بتاع حضرتك اعمل لي حساباتك، شوف الرقم اللي هيطلع هنا كام، شوف الرقم اللي هيطلع هنا كام، اجمعهم. الرقم اللي هيطلع لك هنا هتلاقيه تقريبا بعد ما تحسب حساباتك 1.3 اور، وهنا 105 اوفر 70 اعملها كده بالكالكوليتر يطلع لك 1.5 اور. يبقى الكلام عليه يا دكتور، هتقول لي يا مستر كده الكلام على ان انا عندي ساعه ونص وساعه وثلث تقريبا،
حصل حصل. طب انا عايز الايه؟ انا عايز التايم نيديد كفر للوول ديستانس، يبقى اقول له التايم بقى التوتال ايكوال التي 1 اللي جبناها 1.3 بلس التي 2 اللي جبناها التايم الثاني 1.5، الاثنين مع بعض يطلعوا 2.88 اورز، يعني تقريبا 3 ساعات الا حاجه بسيطه. وصلت وصلت دن، احسنت. اللي بعده كاربت موف بيونيفورم سبيد ايكوال كذا، دي معناها ايه؟ معناها ان كل 1 اور بتكفر 80 كيلومتر، دي معناها. فايند اتس سبيد ان متر بير سكند، اقول له خلاص يبقى انا احول ديت امسك ال 80 بدل ما هي كيلومتر بير اور احولها لمتر ايه؟ بير سكند. يبقى هم قايل ايه؟ من الصغير لمتر بير سكند، يبقى من الصغير من الكبير للصغير يبقى هعمل مالتي بلاي 5 اوفر 18. وصلت؟ حضرتك بقى تعملها بالكالكوليتر بتاع حضرتك يطلع لك كام؟ يطلع لك 22.2 متر بير سكند. لازم تعمل حساباتك بنفسك، وقف الفيديو اعمل حساباتك كمل. طب انا حليت يا مستر، يبقى حضرتك بتصحح بس، بتشوف رقمك اللي طلع كام؟ الرقم ده اه يبقى انا صح. طب الرقم اللي قبله طلع 2 بوينت ايه؟ اه صح، وهكذا. وصلت؟ طيب تعالى بقى نشيل الايه؟ الزحمه الكتير دي عشان هنحتاج الفراغات دي دلوقتي. يلا بينا يا مستر، يلا يا دكتور. ايه اللي بعده يا دكاتره؟ وصلنا للسؤال السادس. حصل؟ تقول لي حصل. يبقى هنا كانت اجابتنا ايه في الخامس؟ نكتبها لك بالمره. يبقى هنا كانت 22.2 متر بير سكند، هنا طبعا اجابتنا كانت 2.8 اور. يلا بقى نمبر 6. One of the foxes attacked a deer at rest. عندك ثعلب attack deer في rest. If the average speed of the fox، هو مديني الافريج سبيد بتاعته قد كده. Calculate the distance باي كيلومتر اند المتر، يبقى انا عندي عندي حاجتين دلوقتي، اجيبها بالكيلومتر اجيبها بالمتر. covered by the fox to catch the deer if the time taken is 10 second. بص يا بوشكاش، نعم دلوقتي هو مديك، هتقول لي مديني الافريج سبيد، حلو يعني انت عندك سبيد من الاخر. حصل حصل. هي الافريج سبيد ايكوال ايه؟ هتقول لي التوتال مين ديستانس اوفر التوتال مين تايم. عظيم جدا. طب انا عايز ايه؟ انا عايز ديستانس مره بالمتر مره بالكيلومتر. covered by the fox to catch the deer if the time taken 10 second، وانا مديك التايم. طب لو انت هتجيبها بالكيلومتر، حلو الكلام حلو الكلام، ينفع تشتغل التايم بالسكند؟ لا. يبقى انت هتعمل ايه؟ هتقول لي انا اول حاجه همسك السكند دي احوله لايه يا مستر؟ احوله لاور. يبقى احنا عايزين اول حاجه خالص انا امسك السكند احوله للاور. طيب هتلعبها ازاي دي يا دكتوره؟ هقول لك تعالى صلي لي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يبقى انا عاملين كده يا مستر، ادي ال 10، ال 10 ايه؟ سكند. عايز احولهم للاور، يبقى الاول احول من سكند لمينت، ومن بعد كده من مينت لاور. من الصغير للكبير يبقى هعمل ديفايد 60، بعد كده ديفايد 60. كده انا معايا التايم بالايه؟ بالاور ايا كان هو ايه، ومعايا السبيد بالكيلومتر بير اور. مش انت عايز ديستانس؟ اه. يبقى الديستانس ايكوال، هتقول لي السبيد تايمز التايم. طب تعالى نحسبها كده مع بعض، تعالى. يلا انا معايا الكالكوليتر، بس حضرتك طبعا ايه المفروض تعملها بنفسك. نمسك الكالكوليتر، نقول 10 اوفر 60 اوفر 60 طلع بكام؟ طلع بالرقم ده 1 اوفر مش عارف ايه. طيب التايم اللي طلع ده هعمله مالتبلاي كام؟ 120. يطلع بكام؟ يطلع طلع كده بالظبط 0.333. هتلاقي الكالكوليتر ايه؟ جاب التلاتات كلها معاك مظبوط. هتقول لي مظبوط يا مستر. اذا يا دكتور اللي حصل ده ايه؟ تقول لي اللي حصل ده كيلومتر، اللي احنا طلعناه ده الكيلومتر. طيب عايز بقى انا الكيلومتر ده اه احوله لايه؟ احوله لمتر. يبقى تقول لي السبيد لازم احولها لمتر بير سكند. يبقى امسك بقى السبيد دي المره دي اه هي 120، عايز احولها لمتر بير سكند، يبقى هعمل مالتي بلاي 5 اوفر 18. يبقى 120 مالتي بلاي 5 اوفر 18، خد بالك انا بحسب على الكالكوليتر دلوقتي بس حضرتك مش شايفني، هيطلع بكام؟ هتقول لي يا مستر هيطلع ب 33.33. دي ايه؟ دي السبيد والتايم اهو. صح صح. مش انا عايز اجيب ديستانس بالمتر، اه يبقى السبيد في التايم، يبقى ده تايمز 10. هيطلع بكام يا مستر؟ هيطلع ب، بص بقى خد بالك من الرقم ده، اه 3.3 متر. هيطلع بالفاليو دي، هي دي كده الايه؟ هي دي كده يا مستر بالمتر، الثانيه بالكيلومتر. والفكره بسيطه جدا، مجرد انت فهمت ان اللعبه لعبه ميجرنج يونت مش اكتر. يلا سؤالنا اللي بعده. بيقول لي بادي موفز ات ريجولار سبيد قد كده اكوردنج تو الفولوينج ماثيماتيكال ايكويشن. خد بالك الماثيماتيكال ايكويشن ان الدي الديستانس ايكوال 6 تايم، حلو. وهو ماشي بايه يا مستر؟ هو ماشي بريجولار سبيد. عارف يعني ايه ريجولار سبيد؟ اه بيكفر ايكوال ديستانس ات ايكوال ديستانس ات ايكوال بيريود اوف تايم. حلو الكلام حلو الكلام.
يعني كل ديستانس قد كده بياخدها في ال 60، كل ديستانس كل دي بياخدها في ال 60. خلاص طيب عايز ايه؟ انا عايزك تحسب لي السبيد اوف ذيس بودي. اقول لك تعالى انا ما اعرفش اي حاجه من الكلام ده، امال اللي اعرفه حاجه واحده، السبيد هي السبيد ايكوال ايه يا مستر؟ هتقول لي ديستانس اوفر تايم. خلاص مش الديستانس بدي والتايم 6 دي، اذا السبيد ايكوال ايه؟ هتقول لي ايكوال الدي اوفر 6 تي، ده كده السبيد. يا مستر طب خد بالك بقى ايه، عندي حاجه حلوه. ايه هي؟ مش انت عندك الديستانس ماله ايكوال ايه الديستانس؟ هتقول لي يا مستر ده بيقول لي ان الديستانس ايكوال 6 تايم، مظبوط؟ هتقول لي مظبوط، بس ثواني ان هي في غلطه. ايه الغلطه؟ هي السبيد ايكوال ديستانس على تايم. ديستانس على ايه؟ على تايم. نبتدي نعمل ايه دلوقتي يا مستر؟ هتقول لي نبتدي نعوض. يعني ايه نعوض؟ مش انا عندي الديستانس ايكوال 6 تايم؟ الديستانس فعلا ايكوال ايه؟ 6 تايم. عرفت منين؟ ما هو مدي هنا اهي، هو مدي هنا في الانفورميشن انا اهو، مظبوط كده؟ هتقول لي مظبوط. اذا هنعمل ايه بقى؟ هنقول كده هنشيل الديستانس ونحط مكانها 60 عشان هنا في تايم، يبقى اقول ادي السبيد ايكوال الديستانس انا شلتها وهحط الفاليو دي ادي 6 تايم اوفر التايم، التي تروح مع التي يبقى السبيد ايكوال 6. يبقى السبيد ايكوال ايه يا مستر؟ 6. 6 ايه بقى؟ اكيد 6. هنا بص بيقول لي ايه؟ متر بير سكند، يبقى 6 متر بير سكند. هي حاجه ماثيماتيكال يعني حاجه رياضيه، هو انا مديك معلومه ان الدي ب 6 تي. خلاص طب السبيد ايكوال ايه؟ دي على تي. طب انا عايز احل، احل ازاي؟ هتقول لي ما عنديش غير الديستانس بكام؟ ب 6 تي اهو، يلا عوض وخلاص شكرا. فهمت اللعبه؟ واضحه؟ طيب بعد كده التايم نيدد تو كفر قد كده متر، مش انا جبت السبيد؟ انا معايا دلوقتي معايا السبيد. حصل حصل. طب هو عايز ايه؟ عايز التايم نيدد تو كفر. طب انا عارف ان التايم ايكوال ايه يا مستر؟ هتقول لي الديستانس اوفر السبيد، مظبوط؟ مظبوط. طب هي الديستانس بكام؟ هتقول لي الديستانس هو مديها لنا اهي 360 اوفر السبيد. جبناها بكام يا ولاد؟ هتقول لي جبناها ب 6. يبقى ده هو ادي ديستانس انا جب، هو مديهاني جيفن وانا حسبت السبيد معايا، يبقى نعمل ديفايدنج للاثنين دول على بعض في الكالكيوليتور. ثانيه واحده، الرقم ده على ال 6 يطلع 60، يطلع كام يا مستر؟ يبقى 60 يا دكتور. نيجي هنا نقوم كاتبين 60 هو عايز التايم، يبقى 60 سكند عشان هو كان عايز التايم بس كده. طيب سؤالنا اللي بعده، يلا بينا. Study the following figure then answer the following. يلا بينا. ادي هو عندك 5 متر في 2 سكند، 4 متر 2 سكند، 1 متر 2 سكند. اذا هنا ان ايكوال ديستانس ات ايكوال بيريود اوف تايم. اذا ده ماشي irregular irregular ايه؟ irregular speed. حصل حصل طبعا. وبناء عليه بما ان هو حصل هيبقى الكلام عليه يا دكتور. هتقول لي يا مستر بيقول لي البادي موفز فروم ستارتنج بوينت اي، ادي الستارتنج بوينت، تو الاند بوينت دي، حلو، از شون ديستانس اند تايم ان ذا فيجر ذات ذيس بادي موفز ات ريجولار اور ريجولار سبيد اند واي. طبعا قلنا الريجولار سبيد ليه؟ عشان هو بيكفر ايه؟ هتقول لي كده ديو تو ان الموفينج، جابها بقى نموذجيه، اوبجكت بيكفر ان، خد بالك الديستانس اللي مش متساويه، يبقى لازم اقول كده ان ايكوال، ان ايكوال ايه؟ distance at equal periods of ال time. حلوة الكتابة من تحت لفوق دي، عادي شغال مش مشكلة. اللي بعده بيقول لي ايه؟ بيقول calculate، يلا بينا نcalculate ال average speed of the car that moves in circular path whose length is قد كده for 10 rounds in 3 minutes. حلو السؤال ده، صلي لي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. هو عايز ايه يا دكتور؟ هتقول لي يا مستر ده هو عايز الافريج سبيد. حلو الكلام، حلو الكلام. يبقى الافريج سبيد اللي انا عارفه التوتال ديستانس اوفر التوتال تايم. حلو حلو. طب تعالى بقى، هي ماشيه في سيركيلر باث، ادي سيركيلر باث مسار دائري. حلو الكلام، حلو الكلام. اللينس بتاع لو قلنا ان دي البدايه ودي النهايه، اللينس ده كله ب 300 متر، هي مشيت 10 راوندز، يبقى اقول كده ادي ال 10 راوندز تايمز الاولاني الراوند الواحده بكام متر؟ ب 300 ايكوال 3000 متر، يبقى هي مشيت 3000 متر، دي توتال ديستانس. بيقول لي ان 3 مينت، يعني التايم عندي 3، بس هل انا شغال بالمينت ولا بالسكند؟ هتقول لي انا شغال بالسكند، يبقى المينت دي هتعمل فيها ايه؟ هتقول لي المينت دي يا مستر هتحولها لسكند. يعني ايه برضه مش فاهم؟ مينت كبيره وسكند صغير، من الكبير للصغير. يبقى هتقول لي 3 تايمز 60 كام دول يطلعوا؟ 100 ايه؟ 180، يبقى طلعوا 180 سكند. بص يا دكتور، نعم
حضرتك عندك الديستانس عندك التايم، ها ما تعرفش تحل؟ تعرف طبعا. يبقى تقول لي يا مستر خلاص اذا الاجابه هنا اهو هتطلع 300 يا مستر اوفر 180، ودي ده مع ده اعمل بقى دول بالكالكيوليتر 300 اوفر 18 وصلت كام يا عمنا؟ وصلت 16.66. خلاص يبقى هنا الاجابه هي هتقول لي كده 16.66 ايه يا مستر؟ هو كان عايز طبعا السبيد، اقول له متر بير سكند، وما تنساش ان دي في داش. ايه الفي داش؟ احنا قلنا الافريج سبيد في داش، لازم نعملها كده خلاص، عشان طبعا لو نسيت تكتبها يعني ممكن حد يمشيها لك، حد تاني يغلس عليك فيقول لك لا ده كاتب سبيد وانا عايز افريج سبيد كده يعني. عارف ها عارف انت ها ده هو ده. حلو اللي بعده، موفينج اوبجكت كفر ديستانس اوف قد كده يبقى انا عندي الديستانس، ثرو فور سكند يبقى انا عندي التايم. يعني بص بقى انا عايز انضف الحته دي كده خالص 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 عشان تبقى واضحه. يلا يبقى انا عندي ايه؟ تقول لي انا عندي الديستانس، ثرو عندي التايم، then it's cover 40 ايه 40 متر يبقى عندي ديستانس، ثرو 11 سكند يبقى عندي التايم. الحق ديستانس تايم ديستانس تايم، اه دي دي 1 تي 1 دي 2 تي 2. يلا كالكوليت الافريج سبيد اوف ذا اوبجكت، الكلام على هتقول لي يا مستر توتال ديستانس اوفر توتال تايم، خلاص خلصانه كده. طب ما يلا اهو يبقى الافريج سبيد ايكوال، يلا نحسبها على طول بقى، توتال ديستانس 20 بلس 40، ادي الاولانيه ادي الثانيه اوفر 4 بلس 11. يلا بالكالكوليتر بتاع حضرتك لو حسبتهم هتلاقي فوق 60 وتحت 15 تقريبا، يبقى 60 اوفر 15 يطلع 4، يبقى 4 ايه 4 متر بير سكند، ده نمبر 10. يلا بينا السؤال نمبر 11. يلا يا مستر صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بيقول لحضرتك ايه؟ if two cars A and B moves in a straight line in the two opposite direction، يبقى انا عندي car A car B الاثنين ماشيين في ستريت لاين خط مستقيم in the opposite direction، يبقى هنا لو بيكلمني على relative speed المفروض انا هعمل ايه؟ هعمل summation. احنا فهمنا اللعبه بقى. if found that in the relative speed، اهو بص relative speed of the car B الريلاتيف بتاعت B to the driver of the car A بالنسبه لA was كذا، خد بالك ده الريلاتيف speed بتاعت دي اهي الريلاتيف بتاعت الB بكام؟ ب 140. And when ان الدرايفر اوف الكار A reduced قلل السبيد تو الهاف، اه يبقى نيجي بقى عند الايه ده؟ الراجل ده هيقلل السبيد بتاعته اللي هي الاكشوال، يعني الاكشوال سبيد بتاعته هيعمل لها reduced للايه؟ للهاف، السبيد بتاعته قلت للهاف خلاص للنص يعني. If found that ان الريلاتيف سبيد اوف الكار B becomes قد كده، يبقى الريلاتيف بتاعت البي الريلاتيف بتاعت البي بعد ما هو ما reduced للهاف اصبحت كام؟ 100 كيلومتر بير اور. حلو الكلام حلو الكلام. طيب طيب انت عايز ايه بقى من الكلام ده كله؟ انا عايزك تكالكيوليت الريل سبيد بتاعت التو كارز، يعني انا عايز هنا الاكشوال ايه والاكشوال الاكشوال بتاعت الكار الاولانيه والاكشوال بتاعت الكار الثانيه. طيب تعالى بقى عشان افهمك الاول السؤال ده نحله ازاي ونتعامل معاه ازاي عشان نقدر نوصل للاكشوال بتوع الاثنين. صلي لي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بص يا دكتور، اول حاجة هحل بيها اللو يا مستر، اللي هو ايه ده اللي هتحل بيه، وزود اللو ده مش هتعرف تحل. الا وهو اول حاجة هتقولي كده يا مستر، مش احنا عارفين ان الريلاتيف اهو ادي الريلاتيف سبيد ايكوال، دي اهم حاجة، الاكشوال سبيد بلس ولا ماينس؟ يبقى بلس عشان هو قال لي في الاوبوزيت دايركشن، خلاص بلس الايه الابزرفر سبيد. حصل حصل. تعالى بقى نمسكهم حاله حاله، يلا بينا. اول حاجه انا بقول لك انت عندك الاثنين ماشيين اهو، اف فاوند ان الريلاتيف سبيد بتاعت الكار بي، خلاص يبقى انا هاجي عند الكار بي هو قايل كده ادي الريلاتيف سبيد، يبقى هنا الريلاتيف سبيد بتاعت الكار بي مالها بقى ايكوال قد ايه؟ اللي هو الرقم ده ايكوال قد ايه يا مستر؟ الريلاتيف سبيد بتاعت الكار بي قد كده 140 كيلومتر، يبقى جاي هنا اهو ومقال كده ايكوال 140 كيلومتر. حلو الكلام حلو الكلام. اند وين ان الدرايفر اوف الاي ريديوسد اتس سبيد، يبقى دي اول ايكويشن عندي. ايه الاول ايكويشن عندي يا مستر اللي احنا هنطلع بيها؟ والله انا عندي ان الريلاتيف سبيد بتاعت بي، خلاص مالها؟ الريلاتيف بتاعت بي ايكوال الاكشوال سبيد الاكشوال السبيد اوف البي. حلو الكلام حلو الكلام. بلس السبيد بتاعت مين؟ بتاعت الابزرفر. الابزرفر كان مين بالنسبه له؟ كان ايه؟ ما هو طالما اكشوال سبيد لبي يبقى الابزرفر اهو درايفر
في ايه؟ خلاص يبقى ده الابزرفر. يعني ايه يا مستر؟ بص بقى عشان نكتبها بطريقه كويسه وتبقى سهله علينا، هنقول كده ادي الريلاتيف سبيد ايكوال السبيد بتاعت مين؟ بتاعت البي بلس السبيد الابزرفر كان مين؟ كان ايه؟ يبقى دي اول ايكويشن عندي، دي اول ايكويشن عندي. طب تعالى نجيب الثانيه، يلا بينا. وين ان الدرايفر اوف الكار ايه reduced the speed to a half، يبقى الكار ايه هتقل للنص. يعني ايه الكار ايه هتقل للنص؟ مش انا دلوقتي ايه ده كان هنا اهو عادي جدا ماشي بالسبيد بتاعته، هنا هخلي ايه الهاف السبيد بتاعت ايه، يعني النص، يعني مش هتفضل هي هي، لا دي هنا للنص. وطبعا الاثنين برضو في الاوبوزيت دايركشن. تعال نكمل بقى، دي اول معلومه اهو، ادي ريديوس ده السبيد بتاعته الهاف. ات فاوند ذات ان الريلاتيف سبيد بتاعت الكار بي اهي، بص بص بص، الريلاتيف سبيد بتاعت الكار بي اللي هو الرقم اللي هيتكتب هنا اهو في الحته دي، خلاص ماله بقى؟ becomes 100 كيلومتر. يلا يبقى نيجي نحط هنا ايه 100 كيلومتر. حصل حصل. بعد كده اتس فاوند كالكيوليت بقى الريل. بص بقى خد بالك ايه يا مستر، هنا انا عايز بقى ايه، خد بالك في الحاله الثانيه دي، دي السبيد اللي هي مين؟ دي السبيد اللي هي الاكشوال بتاعت البي. بس هما دول التو ايكويشن اللي عندي. طب انا هعمل ايه بدول بمنتهى الشياكه؟ ايه يا مستر ركز لي بقى كده وصلي لي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللي هيحصل كالاتي، انا بس نرفع دي كده شويه نخلي دول قدامنا. بص يا معلم، انا عندي اتنين ايكويشن وعايز اطلع ايه، عايز اطلع منهم اي فاريبل من دول. طب نعمل ايه؟ بص بقى، ساوي اي واحد منهم بالتاني. يعني ايه يا مستر؟ مش فاهم حاجه. بص يا حبيب قلبي، مش انت شفت الفيدي؟ ما انت تقدر تقول من الايكويشن 1 اهو فروم 1 ايه اللي هيحصل؟ الفي بي ايكوال ايكوال ايه؟ مش انا عايز دي؟ ودي لي ده هناك بالاوبوزيت ساين، يبقى هتقول لي 140 ماينس الفي اي. حلو كده؟ هتقول لي حلو. طب مش انت جبت الفاليو بتاعت الفي بي بالفاليو دي؟ شيل دي وعوض عنها هنا. يعني ايه؟ يعني هتقول لي كده ادي ال 100 بتاعت الايكويشن 2 بقى ايكوال، يبقى الايكويشن 2 اهو انا كتبتها هنا اهو. صح صح، الفي بي مش انا جبت لها قيمه اهي ب 140 ماينس في اي؟ اقول كده 140 ماينس الفي اي. حلو الكلام، حلو الكلام. بعد كده بص هنا في بلس، ادي بلس هاف الفي اي. يا رب تكون الامور واضحه. مساله بقت مساله، بص بقى المساله فيها ايه، ادي في اي وهاف في اي، يعني ايه بقى؟ خلاص اتحلت، وادي نمبر وادي نمبر، وادي الارقام مع بعضها وادي الفي اي مع بعضها، خلصت. يعني ايه؟ هقول ايكوال ال 140 ده هنا ماينس في اي بلس هاف في اي. طب ماينس 1 بلس هاف يطلع ايه؟ ماينس هاف في اي، ده الناحيه دي. وخلاص ده ماينس اي هاف في اي، وهنا 140 ايكوال 100. نسكت؟ لا، نعمل ايه؟ ودي لي ال 140 الناحيه الثانيه، يبقى ايكوال ماينس هاف في اي ايكوال ايكوال مين يا مستر بقى؟ هتقول لي ايكوال 100، المفروض ماينس 140. الاثنين دول مع بعض يطلعوا بايه؟ هتقول لي يطلعوا طالما 100 يبقى ماينس 40 ايكوال ماينس هاف في اي. طب اوفر ايه بقى؟ هنا 40 صح؟ اوفر ماينس هاف، اوفر ماينس هاف. اعمل بقى دي بالكالكوليتر، يطلع لك ال في اي ايكوال 80 كيلومتر بير اور. جبت ال في اي؟ ما انت خلاص خلصت. ليه خلصت؟ ما هو يا حبيبي مش عندك اول ايكويشن؟ هتقول لي اهو هنا 140 صح؟ صح. شيل ال في اي دي وحط كام؟ حط 80، وادي ال 80 دي هناك بالاوبوزيت ساين، يبقى ال في بي ايكوال ايه؟ هتقول لي يبقى ال في بي ايكوال 140 ماينس 80. شيل الاثنين دول من بعض يا دكتوره يطلع لك ايكوال 60 كيلومتر بير اور. وبكده نكون جبنا الاكشوال سبيد الاولانيه اللي هي الاكشوال سبيد بتاعت الكار اي والاكشوال سبيد بتاعت الكار بي. يبقى احنا كده جبنا الاثنين الاكشوال اهو، ادي الريل سبيد للايه؟ للتو كارز، الاولانيه كانت ماشيه بكذا والثانيه كانت ماشيه بكذا. وصلت؟ يا رب تكون الامور وضحت. يبقى الموضوع موضوع ماثيماتيكال ايكويشن، يعني معادله كيميائيه، هي دي الفكره بتاعتها. طبعا فيها فكره ومش كل الطلبه هتكون عارفاها وفاهمها كويس. طب يلا سؤالنا اللي بعده، بيقول لك البادي موف، نصلي على النبي بقى عليه افضل الصلاه والسلام، نصلي على النبي كده عشان ايه؟ صح صح وتركز معايا. البادي موفز ان ستريت لاين اند ديستانس كفرد ان ديفرنت تايمز از ريكوردنج ان ذا تو تيبل. ادي الديستانس اهو، بص خد بالك ديستانس تايم، اذا عملت ديفايدنج يطلع لي السبيد، طلعت 2 اعمل ديفايدنج طلعت 2 ديفايدنج 2 ديفايدنج 2، اذا ده ماشي بيها. تقول لي يوني فور مين سبيد يا مستر، خلاص كالكوليت البادي سبيد حسبناها ديستانس على تايم لاي واحده. وات از ذا تايب اوف السبيد؟ هنقول له يوني فور مين سبيد. سؤال اهبل وسهل ومفيش فيه اي مشاكل خالص، او طبعا ريجولار يعني عادي ريجولار، هي هي زي ما اتفقنا، هي هي اليوني فور
حضرتك جيت في الامتحان كتبت يونيفورم، زميلك كتب ريجولار، انت تاخد الفول مارك وهو هياخد الفول مارك. اللي بعده، body moves in a straight line at regular speed and the distance covered in a different times is recorded in the opposite table. طيب هو بيتحرك بايه؟ في straight line ماشي، بريجولار ايه؟ speed. خلاص يبقى الديستانس على تايم يديني السبيد، طلعت 2 طلعت 2 طلعت 2. طب ما انا عندي السبيد بكام؟ ب 2، وعندي التايم ب 8. طب ما هو الديستانس ايكوال السبيد ملتبلاي التايم، يبقى 2 تايمز 8 يطلع 16. حتى لو جيت عملت لهم ديفايدنج على بعض يطلع لك 2. نفس الفكره هنا بالظبط، 20 اوفر كام يطلع ب 2؟ هتقول لي اوفر 10. طب عرفتها منين؟ ما هو انا عندي الديستانس ايكوال 20 والسبيد احنا حسبناها هي ريجولار ب 2. طب وانت عايز ايه؟ انا عايز التايم. ما هو التايم ايه؟ ديستانس اوفر السبيد. اعمل دول الديفايدنج على بعض يطلع لك الواي بكام؟ ب 10. ب 10 اه، خلاص كده. طب كالكوليت السبيد حسبناها، والفاليو بتاعت الاكس حسبناها، والفاليو بتاعت الواي حسبناها، خلاص خلصت. اللي بعده، البادي كفرز ديستانس مالها؟ اوف قد كده، يبقى دي الديستانس. ثرو 4 مينتس يبقى ده التايم. ذن اتس كفر 40 كيلومتر، يبقى هو كمان 40 كيلومتر، دي الديستانس الثانيه. ثرو قد كده مينت، يبقى ده التايم الثاني. كالكوليت الافريج سبيد، خلاص بس انا عندي هنا كيلومتر مينت، كيلومتر مينت ينفع؟ ها هتقول لي يا مستر نحولها لايه؟ نحولها لسكند. ايوه يلا يا حبيبي حول. يبقى هتقول لي اول حاجه التايم الاولاني اللي هو التي 1، ما هو دي دي 1 تي 1، دي 2 تي 2، خلاص يبقى التي 1 ايكوال 4 تايمز 60. وانت فهمت احنا عملناها ليه؟ طب والتي 2 يبقى 12 تايمز 60. خلاص عندك ده، عندك ده، اه. يلا توتال ديستانس اوفر توتال تايم، يبقى الافريج سبيد ايكوال التوتال ديستانس بكام؟ هتقول لي الديستانس الاولانيه قال 20. اه خد بالك، ثواني معلش، اللي انا عملته ده حولتها لسكند، ده هو مديني كيلومتر، يبقى انت هتحولها لاور، يعني مش هضرب في 60؟ لا غلط، هضرب في 60 برضه لا غلط. امال هنعمل ايه يا مستر؟ اهو شيل لي بقى الغلط ده كده خالص ونكتب الصح. يلا نكتب الصح، انا عاملين كده التايم اه هو بكام؟ 4. طب انا عايز احول من مينت لاور، يبقى اقول ايه؟ ديفايد 60. هنا نفس الكلام 12 اه ديفايد 60، اشمعنى؟ انا عايز احولها للكيلومتر بير اور، يبقى توتال ديستانس 20 بلس 40 اوفر التوتال تايم. لما تيجي بقى تحولها يا دكتور اه هتلاقي طلعت لك بايه؟ شوف بقى على حسب الارقام اللي طلعت لك، خلاص تقوم مي محولها. طب هو بيقول لي ايه بقى؟ كالكوليت الافريج سبيد اوف البادي، اه يبقى انا جبتها كيلومتر بير اور. طب افرض هو عايزني اعملها بالمتر بير سكند، مفيش مشكله. لو انت عايز بقى تبقى بص في السيف سايد ومفيش اي مشكله خالص، اه انتم عاملين ايه؟ هم عاملينها مره متر بير سكند ومره كيلومتر بير اور، خلاص شكرا انت كده راجل يعني عداك العيب وازح. خلاص يبقى هنا يا مستر هم قايلين ايه بقى؟ ال 12 اوفر 60 بلس ال 4 اوفر 60، كده انا طلعتها بالكيلومتر بير اور. طب ما تيجي نشوفها، استنى احسبها لك بقى على الكالكوليتر ونشوف الرقم كام عشان اقول لك تلعبها ازاي. ادي 20 بلس ال 40 اوفر، افتح براكت زي ما انا عامل كده 12 اوفر 60 نقفل البراكت بلس افتح براكت تاني عاملين كده 4 اوفر 60. حصل؟ تقول لي حصل. طلعت بكام يا دكتور؟ بص هتطلع معاك بالظبط 225 كيلومتر بير اور، يعني طلعت بكده كيلومتر بير اور. اي 1 هي دي الفاليو كيلومتر بير اور. طب يا مستر نعم انا عايز احسبها متر بير سكند، خلاص يا حبيبي يبقى تقول ملتبلاي 5 خلاص 5 فوق تحت 18، طلعت كام يا دكتور؟ هيطلع لك الرقم ده بالظبط، خد بالك 6.5 متر بير سكند. اذا سواء كان حليتها كيلومتر بير اور حليتها متر بير سكند انت شغلك صح. عايز بقى تتاكد وتبقى مطمن، اه اعملها زي ما انا ما عملت، قول له والله بالمتر بير سكند هتطلع كذا، بالكيلومتر بير اور تطلع كذا، كده انت راجل فاهم ويعني امورك 100 فل و10. طيب ستودنت on a bike takes a time قد كده، يبقى ده التايم to transfer من الهوم للسكول. moving بافريج سبيد، خد بالك هو مديك الافريج سبيد هنا. what is the distance between its home and الايه؟ السكول بالكيلومتر. اقول له عينيا، مش انت مديني السبيد بالمتر بير سكند؟ اه يبقى اول حاجه ادي ال 5 متر بير سكند صغير، ديفايد 5 اوفر 18، يبقى انا حولتها لك كيلومتر بير اور. خلاص دي اول خطوه. طب الخطوه الثانيه همسك ال 15 مينت، انا عايزها بال اور، يبقى اقول ديفايد صغير لكبير يبقى ديفايد 60. وصلت؟ وصلت. تعالى بقى ايه نحلها على طول ونشوف. قبل ما نحل، مش انت عارف حضرتك هو عايز ايه؟
هو عايز الديستانس، مش انا عارف ان الافريج سبيد ايكوال توتال ديستانس على توتال تايم. اه طالما ده يبقى انا هعمل مالتي بلاي الافريج سبيد مالتي بلاي التايم. حصل حصل. يبقى الافريج سبيد انا جبتها هنا اهو. تعالى بقى نحسبها يلا بالارقام. هنقول كده 5 ديفايد 5 اوفر 18 كام يا دكتور؟ طلعت 18. يبقى انا عندي هنا السبيد يا اولاد 18. خلاص 18 مالتي بلاي التايم يا مستر ادي 15 اوفر 60 طلعت ب كوارتر. كوارتر مالتي بلاي 18 طلع ب 4.5 كيلومتر. كيلومتر يبقى هنا هتطلع 4.5 كيلومتر. طبعا حضرتك اعمل حساباتك بنفسك. الفيديوهات اللي قبل كده بتاعت السنين اللي فاتت انا كنت بعملها قدامك عشان كنت بسجل لك من الكتاب، فاقدر اوريك الكالكوليتر واقدر اوريك انا بحسب ازاي. فالمفروض دلوقتي حضرتك تحسب بنفسك وتتاكد من حساباتك يا دكتوره. حلو. بيقول لك في بوي اون ا بايك بيكفر قد كده متر دي الديستانس ان المينت ان ا مينت. ان ا مينت يعني 60 سكند، يعني لو هو عايز متر بير سكند يعني، او دي التايم بمعنى صح. بعد كده بيقول لك يا دكتوره، بيقول ايه يا مستر؟ اند قد كده متر اذا دي الدي 2 ان ذا فولوينج مينت. في الفولوينج مينت يعني الدقيقه الثانيه. خلاص يعني ده برضه ايه، احنا بنتكلم في 60 سكند. وصلت كده؟ كالكوليت هيز افريج سبيد ديورنج الفيرست مينت. فيرست مينت يبقى التوتال تايم 60. ما انا هجيبها بقى، انا هحسبها متر بير سكند. حصل حصل. طيب وهو في اول مينت قطع دي ديستانس تقول لي 300، اذا هي دي الافريج سبيد الاولانيه. دي الافريج سبيد ايه الاولانيه؟ تطلع بكام؟ تطلع 5 متر بير سكند زي ما قلنا. طب في السكند نفس الكلام، خد بالك ايه 420 ده التوتال ديستانس اوفر ايه ده التوتال ديستانس. التوتال تايم ما هو بيقول لك ايه في الفولوينج مينت، يعني 60 برضه. 60 برضه طبعا 60. خلاص وبناء عليه يطلع لك بقى دي ب 7 متر بير سكند. طب انا عايز بقى ال 2 مينت توجذر. حضرتك قام عامل كده، طالما ال 2 مينت اه يبقى 300 بلس 420 توتال ديستانس. توتال تايم 60 بلس 60 بالكالكيوليتر حضرتك تحسبها هيطلع لك 6 متر بير سكند. ودي حاجة لوجيك جدا. ليه؟ لازم برضو تبقى واخد بالك وانت بتحل. بمعنى بص يا دكتور، لو جيت بصيت هنا، هنا الافريج طلع 5، طب وهنا طلع 7، هو المتوسط ما بين 5 و 7 ايه؟ مش في 6؟ اه يبقى هو ده لازم تطلع 6، لان انا بجيب الايه؟ بجيب الافريج المتوسط يا مستر. طيب يلا سؤالنا اللي بعده بعد ما نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بيقول لك تو كارز موفز ان ستريت لاين، عندي عربيتين بيتحركوا في ستريت لاين. الكار اي موفز ات 20 متر بير سكند، يبقى دي السبيد بتاعت الاي. وايل الكار بي موفز ات قد كده، ودي السبيد بتاعت البي. كالكيوليت الديستانس كفر باي اتش كار افتر 1 مينت. حاضر، انا عندي ديستانس، عندي ايه؟ عندي سبيد، عندي سبيد. صح صح. وانت عايز الديستانس، اقول له والله اللي انا عارفه ان الديستانس ايكوال السبيد مالتبلاي التايم. حصل حصل. وبناء عليه لو انا هحسب للاولانيه بقول له الديستانس بتاعت الاي ايكوال سبيد الاي بكام؟ 20 تايمز. هي ال 20 ديت قد ايه؟ مشيت في قد ايه؟ بيقول لي 1 مينت. 1 مينت اه يبقى في 60 سكند، دي الاولانيه. طب والديستانس بتاعت البي نفس الكلام، هي مشيت قد ايه؟ هي ماشيه بسبيد قد ايه؟ 25 بير سكند تايمز 60، لان هو عايز افتر 1 اور للاثنين، يبقى ده التايم بتوع الاثنين. هنا هتطلع الفاليو، هنا هتطلع الايه؟ الفاليو. يبقى الفاليو الاولانيه تطلع 1200 متر، الفاليو الثانيه 1500 متر. خلاص؟ طب الحاجه الثانيه، انا عايز التايم تيكن باي اتش كار تو كفر ديستانس قد كده. المره دي انا عايزك تحسب لي التايم لكل واحده. لو انا اديت لك فرض جدلا ان الديستانس بتاعتهم كلهم ب 100، ما خلاص يا ابني انت عندك سبيد اولانيه ديستانس، عندك سبيد ثانيه ديستانس، فيها مشكله؟ لا. طب هو التايم ايكوال ايه؟ هتقول لي الديستانس ادي ال 100 اوفر السبيد الاولانيه. طيب دي بتاعت الكار ايه؟ طب الكار بي نفس الكلام، ادي ال 100 الديستانس اوفر السبيد الثانيه 25. هنا تطلع تايم، هنا تطلع تايم، بس كده او بس كده. يعني الاولانيه دي ب 5 سكند، الثانيه دي هتطلع لك 4 سكند، وهما دول الاجابتين بتوع السؤال نمبر 17. مفهومة؟ هتقول لي مفهومة يا مستر والامور زي الفل. طبعا بقى انت عرفت اجاباتك. خلاص؟ طيب يلا بينا سؤالنا اللي بعده. بيقول لك يا دكتور student takes time of 15 minutes، يبقى ده انا عندي التايم to reach his school. هو خد 15 minutes ربع ساعة عشان يروح المدرسة بتاعته.
when he moves at average speed قد كده. خد بالك السبيد هنا يا ولاد 2 متر بير سكند ومديني التايم بالمينيت، ينفع؟ لا. يبقى اذا دايركت اروح احول ال 15 مينيت يا مستر، حولهم لي لو سمحت لايه؟ للسكند. طيب ال 15 دول عشان تحولهم لسكند من الكبير للصغير يبقى تقول لي مالتبلاي 16. اذا التايم هنا بالسكند، تعالى يلا نعملها بالكالكوليتر على طول. هنقول كده 15 تايم 60 هيطلع ب 900 سكند، يبقى انا عندي هنا التايم ايكوال 900 سكند يا مستر. عشان تكون جاهز بس، كالكوليت التوتال ديستانس كفرد باي، مش هو كده كده بيقول لي افريج سبيد؟ طب ما هو الافريج سبيد ايكوال التوتال ديستانس اوفر التوتال تايم، حصل ولا ما حصلش؟ تقول لي حصل. وبناء عليه عايز ايه بقى؟ انا عايز التوتال ديستانس كفر باي ستيرن وين هي جاز تو سكول اند ريتيرن باك اجين تو هيز ستارتنج بوينت. خد بالك هو بيقول لك وهو رايح السكول كان ماشي بافريج سبيد كذا، فالافريج سبيد وهو اداك تايم، اذا انت تقدر تجيب الديستانس بتاعت وهو رايح. هو بيقول لك بقى خد بالك ضاف معلومه، ايه المعلومه؟ بيقول لك لما هو راح المدرسه ولما ريتيرن باك لنفس الستارتنج بوينت، يعني هو راح ورجع، اذا التوتال ديستانس مالها؟ هيبقى راح ورجع. طب انت اصلا عارف تحسبها وهو راح؟ لا لسه. ليه؟ يلا نحسبها بقى. مش انت عايز دلوقتي التوتال ديستانس؟ انا عندي الافريج سبيد معايا وعندي التايم معايا، اعرف احسبها؟ طبعا. يبقى هنقول ايه؟ هنقول كده، هنقول يا مستر ان التوتال ديستانس، شيل لي بقى ده كده خالص، فهنقول كده ادي الافريج سبيد ايكوال التوتال ديستانس اوفر التوتال تايم. انا عايز الديستانس، حصل. يبقى ايكوال الافريج سبيد تايمز التايم. طب هو الافريج سبيد كان مديهاني بكام؟ لو رجعنا للمساله قال لي ان هو كان مديني الافريج سبيد ب 2 متر بير سكند، والتايم قلنا 9 ايه؟ 9. يبقى هنا عندي 2 متر تايمز 900 سكند يطلع 1800. اذا دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن متر. بس خد بالك يا دكتور. نعم يا مستر. الرقم اللي انت جبته ده وهو رايح من الستارتنج بوينت للسكول، مظبوط؟ مظبوط. طب ما هو رجع للستارتنج بوينت، اذا يبقى انا لو بص بقى هو بيقول لك ايه هنا؟ انا عايز التوتال ديستانس كفرد باي الستودنت لما راح المدرسه ورجع تاني. هو راح 1800 متر، يبقى رجع، يبقى تقول لي 1800 متر بلس 1800 متر، اذا يطلع الرقم ده بقى اجمعهم على بعض بالكالكوليتر يطلع لك 3600 متر. هو ده المطلوب اثباته. وصلت لك؟ هتقول لي وصلت يا مستر. عظيم جد. يلا بينا سؤالنا اللي بعده. بيقول لك ايه يا دكتور؟ بيقول لك عندك ريسر ماله، واحد بتاع سباقات بقى وشغل حلو ده، ماله يا مستر؟ اند ذا ريس ان 2 اورز، هو خلص الريس بتاعه في ساعتين، ويز افريج سبيد كذا. يبقى هو اداني التايم واداني الافريج سبيد، اذا اقدر اجيب ايه من المعلومه دي؟ هتقولي طالما عندي التايم، طالما عندي الافريج سبيد، اذا انا اقدر اجيب الايه؟ الديستانس. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. طب ما تيجي نجيبها، يلا احنا لسه حالين زيها. مش الديستانس ايكوال التايم مالتبلاي الافريج سبيد؟ طب هو التايم بكام؟ ب 2، والافريج سبيد ماشي بيها 25، اذا ايكوال التوتال ديستانس اللي الراجل ده كفرد ب 50 كيلومتر. ليه كيلومتر؟ ما انا هنا عندي اور وهنا عندي كيلومتر بير اور. يبقى انا جبت التوتال ديستانس اللي هو مشيهم في ساعتين، خلاص؟ من قبل ما اعرف هو عايز ايه اصلا. طب if you know that in the racer covers the first 15 كيلومتر in hour. خد بالك بقى. الراجل ده احنا اتفقنا مع بعض كفر دي ديستانس قد ايه؟ اتفقنا ان هي 50. ال 50 كيلومتر دول كفرهم في قد ايه؟ هتقول لي في 2 hours، في ساعتين. هو مديني معلومه ثانيه، ايه هي؟ بيقول لك بقى خد في معلوماتك لو انت عرفت ان الراجل الريسر ده كفر الفيرست 50 كيلومتر في اور، يعني مش هو المسافه كلها ساعتين؟ فاول ساعه بالظبط قطع 15 كيلومتر، يبقى التايم عندي 1 اور والديستانس اللي كفر 15، اذا انا اقدر احدد السبيد اللي كان ماشي فيها باول ساعه، مظبوط ولا مش مظبوط؟ هتقولي مظبوط. طيب هو عايز ايه بقى؟ كالكوليت السبيد اوف الريسر افتر الفيرست اور. ده ضحك عليا. امال ده مش عايزها في اول ساعه، امال عايزها افتر الفيرست اور. طب واحده واحده كده عشان افهم. بص صلي لي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. مش جبنا التوتال ديستانس 50؟ حصل. هو اداك معلومه قال لك ان الراجل ده مشي اول 15 كيلو متر في ساعه. طب ما خلاص انا عندي الول تريب ساعتين اصلا، اول ساعه مشي 15، يبقى الساعه الثانيه مشي قد ايه؟ خد بالك الساعه الثانيه دي يعني هي برضو 1 اور، خلاص؟ يبقى مشي قد ايه؟ هتقول لي ال 50 الول ديستانس، خلاص دي الديستانس كلها، شيل منها ال 15 يديني 35، يبقى انا عندي الايه؟ الديستانس اللي هنا. وهو عايزك تحسب له السبيد هنا في الاريا دي في النص الثاني. طب ما تقول لي انا عندي الديستانس بكام؟ ب 35، وعندي التايم بكام؟ ب 1 اور. طب ما انت عندك تايم ديستانس
وعندك تايم، ناقصك حاجه؟ لا. وهو عايز سبيد، ما خلاص خلصت. يعني هقول له ان السبيد ايكوال ديستانس اوفر تايم، يعني ايكوال 35 اوفر 1 اور، يبقى هيبقى ماشي ب 35 بير اور، بس كده. وكلام منطقي جدا. يعني ايه؟ انت الاول كان معاك عربيه مشيت بسرعه 15 كيلو متر في الساعه، فانت كده قطعت قد ايه في ساعه واحده؟ هتقولي 15 كيلو متر. طب الساعه الثانيه عشان تكون المسافه كلها اللي قطعتها 50، يبقى انت ماشي بسرعه قد ايه؟ هتقولي كنت ماشي بسرعه 35 كيلو متر في الساعه، بحيث يبقى 15 و35 اجمع الاثنين مع بعض 15 35، اه يطلع لك ايه الاثنين مع بعض؟ هتقولي يطلع لي 50، اللي هي الوول ديستانس اللي احنا حسبناها. على فكره سؤال بسيط قوي، سهل قوي، بس لو انت مشيت بيه ستيب باي ستيب زي ما انا ما شرحته لك وفهمته لك كده بالظبط. خلاص ما تنساش بقى تحط اللايك الجميل وشير لكل زمايلك عشان زمايلك تستفيد. مش عارف انا العيال البخة اللي ما بترضاش تشير دي، بقى هو عارف المعلومة وكأنه لقى ايه كنز كده وخلاص بقى عايز يردم كده. يا ابني شير، يا ابني شير، يا ابني عشان ربنا يبارك لك يا ابني. يلا اللي بعده، بيقول لك study the following figure then answer the following. تعال نبص كده مع بعض. بيقول لك ايه؟ هنا عندنا كار اهي بتتحرك، بدأت الحركة من هنا على فكرة، اول 20 minutes، بعد ثانية، بعد كده مشيت كمان 25 minutes after 2 seconds، يعني هنا 1 second، هنا 2 سكند. طب ما خد بالك مش دي 1 سكند، اه الطبيعي ان بعد الواحد فيه 2. طب الفرق ما بين الواحد و2 ايه؟ 1 سكند. اذا المسافه دي كلها التايم بتاعها 1 سكند، وهنا 1 سكند عشان تبقى واخد بالك. طب افتر 3 سكند، ما هو بعد ال2 في الثانيه اللي بعدها اسمها ايه؟ 3. رقمها كام الثانيه دي؟ 3. طب 3 من 2 يبقى برده دي 1 سكند. هي دي التركه بتاعت السؤال ده، لو انت فاهمها خلاص امورك خلصانه، ما عندكش اي مشاكل. مش فاهمها يبقى هي دي اللي كانت هتلخبطك. خد بالك مش دي ايكوال ديستانس، ايكوال تايم اسف، اه بس بص الديستانس هل ايكوال ولا الارقام غير بعض؟ هتقول لي غير بعض. هو هيسالك بقى الراجل ده بيتحرك بريجر سبيد، تقول له لا. ليه؟ اقول له عشان هو بيكفر ايه؟ ان ايكوال ديستانس ات ايكوال ايه يا مستر؟ تقول لي بيريود اوف تايم. وصلت؟ وصلت. يبقى ده ايه؟ دي اجابتنا للسؤال ال 20. حلو جدا. تعال نشوف اللي بعده. كالكوليت الكار سبيد ديورنج، يلا الفيرست سكند. عيني هي اي سبيد يا دكتور؟ عباره عن ايه؟ تقول لي ديستانس تايم، الديستانس بتاعتك كام؟ 20، والتايم 1، يبقى اذا ب 20 متر بير سكند، مفيش اسهل من كده. طب الثيرد سكند، عيني فين الثيرد سكند؟ اهي دي دي الثيرد، دي السكند الاولانيه، دي الثيرد، دي الفيرست، دي السكند، دي الثيرد. خلاص ثيرد يبقى كام؟ هتقول لي خلاص يبقى 30 اوفر كام؟ بس خد بالك ايه في ال 30 سكند بقى، ركز لي في الحته دي قوي عشان تركز فيها عشان تاخد بالك منها. ايه يا مستر؟ هي الثيرد سكند مش دي الثانيه الثالثه. اه هل انا قلت ان 3 سكند ولا في الثيرد سكند؟ 3 سكند يبقى التوتال تايم 3، انما في الثيرد سكند ده هي سكند زي ما هي، بس دي الثانيه الثالثه، ترتيبها الثالثه، ودي ترتيبها الثانيه، ودي ترتيبها الاولى. فهمت اللعبه؟ يبقى 30 اوفر 1 يطلع بكام؟ 30 متر بير سكند يا مستر. خد بالك من التريكس دي، اوعى. طب اللي بعده، دي دان، دي دان، والاثنين دول دان دان. اللي بعده انا عايز الافريج سبيد اوف الكار ديورنج ذا 3 سكند تيجذر. اه 3 سكند تيجذر، اقول له كده توتال ديستانس اوفر توتال تايم. نرجع نجيب الرسمه. عينيا احنا عندنا التوتال تايم سكند بلس سكند بلس سكند، يبقوا كام سكند؟ 3. بس تعملهم ازاي؟ تقوم قايل لي كده يا مستر، هم عاملينهم بقى ايه؟ بشياكه. يبقى نقول كده سكند بلس سكند بلس سكند، ده التوتال تايم. طب التوتال ديستانس 20 25 30، يبقى 20 بلس 25 بلس 30. خلصانه يا مستر، حضرتك بالكالكيوليتر طلع الريزلت بتاعك، مفيش فيها اي مشكله خالص. هتطلع لك في الاخير ب 25 متر بير سكند. نكتب اجاباتنا، يبقى 25 متر بير سكند. سؤالك اللي بعده بيقول لك يا دكتور في موفينج بادي بيكفر ديستانس ايكوال قد كده متر، يبقى انا عندي الديستانس انتو سكند عند التايم. طالما ديستانس تايم اذا انا هتكلم ايه؟ هتسال في سبيد. ذن كفر ا ديستانس ايكوال قد كده متر، يبقى دي دي 1 التي 1 الدي 2 التي 2. داز ساتش بادي موفز ات ريجولار سبيد اند واي؟ بيقول لك بقى هل الراجل ده شغال بريجولار سبيد ولا لا؟ هقول لك تعالى عشان اقدر اجزم، يبقى نجيب ديستانس تايم الاول، اجيب السبيد الاولانيه بكام؟ طب يبقى هنا 80 اوفر 2 يطلع بكام؟ 40 متر بير سكند. طب وهنا يلا تعالى، يبقى هنا الديستانس 120 اوفر 3 برضه 40 متر بير سكند. يبقى الراجل ده شغال ريجولار؟ اه طبعا ريجولار. ليه؟ عشان يا مستر بيكفر. بص بقى هتقول له ايه؟ هتقول له الديفينيشن بتاع ايه؟ بتاع الريجولار سبيد. يعني ايه؟ يعني انت حافظ الديفينيشن صح ولا مش صح؟ صح. وانا فهمته لك، قلت لك ان هو ايه؟ بيكفر ايكوال ديستانس ات ايكوال بيريود اوف
طيب طبعا انا قلت لك في سيشن الزوم اللي بناخدها مع بعض، اللي طبعا حابب يا اولاد ينضم لسيشن الزوم مفيش اي مشكله ينورنا، بيتواصل على الصفحه البيج بتاعت الفيسبوك وبيردوا عليه الاسيستنت وبيعرفوه النظام بتاعنا شغالين ازاي. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي عندي ريسر كفرد ا ديستانس اوف 50 متر، يبقى انا عندي ريسر بيكفر ديستانس 50 متر، يبقى انا عندي الديستانس اوف ا ستريت تراك، في تراك مستقيم ان 5 سكند، خلاص يبقى انا عندي التايم. يبقى خد بالك يا دكتور. نعم يا مستر. كده يا دكتور انت معاك ايه؟ هتقول لي انا معايا ديستانس معايا تايم، اذا يبقى انا هسالك في سبيد. Then he returned back walking. He took قد كده سكند ده التايم to come back to the starting point of the running. مش هو مشي في ستريت لاين في ستريت تراك؟ كفر الستريت تراك ده كان 50 متر، فقد ايه 5 سكند؟ Then he returned back walking. وخد بالك ريتيرن للستارتنج، يبقى هو جه من هنا لهنا ورجع هنا تاني، يبقى الدي التانية بكام؟ ب 50 متر. خلاص خلصت عندي تي 2 دي 2 تي 1 والدي 1. عايزك الريسر افريج سبيد وهو ايه؟ وايل راننج. يبقى نقول له كده 50 اوفر كام 5، بس انا بعمله ده بسرعه. يعني ايه بسرعه؟ لازم انت في الاجابه تكتب لي كده الافريج سبيد يا مستر، وتقول الفي داش ايكوال توتال ايه ديستانس اوفر توتال ايه تايم. لازم ترص الكلام ده في الاول. خلاص يبقى هنا اهي نعمل الاثنين، هي ديستانس تايم يطلع بكام؟ يطلع ب 200 متر بير سك. طب يلا واير ريتيننج، الريتيننج كان 50 ديستانس اوفر 20، خلاص يطلع بكام؟ هتقول لي 2.5 متر كام؟ 25 متر بير سكند. خلاص كده مظبوط مظبوط. اللي بعده ولا 2.5 عشان ده 20 ده يروح مع ده يبقى 2.5. يبقى هنا اهو نعملها لك بشياكه اكتر، هنا مستر 2.5 متر بير سكند during the whole trip. يبقى الول ديستانس 50 بلس 50 اوفر التوتال تايم، عندي 5 سكند عندي 20 سكند، يبقى 100 اوفر 25 يطلع 4 متر بير سكند. وبكده نكون خلصنا 22. اللي بعده بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك body moves in straight line with speed قد كده، يبقى انا عندي السبيد 4 قد كده متر، يبقى انا عندي الديستانس. يبقى خد بالك سبيد ديستانس، يبقى هو يسالني في التايم. واضح كده؟ تقول لي واضح. طب دين او هنا من المعلومتين دول تقدر تجيب التايم. Then he moves on the same line for قد كده متر، يبقى دي الدي 2 والسبيد بتاعتي ومديني الدي 2. Calculate the average speed for this body from the beginning of the movement of to the end. خد بالك صلي لي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، هو عايز ايه؟ هو عايز الافريج سبيد. طب هقول لك حاجه، ايه هي الافريج سبيد اللي انت عارفه؟ بص بقى ايه، انا بكلمك من الزيرو اهو، هتقول لي ايه التوتال ديستانس اوفر توتال ايه؟ تايم. طيب عندك ديستانس هتقول لي انا عندي 30 متر وعندي 100 كيلو متر، حلو. عندك تايم؟ لا. طب ايه رايك ما تجيب التايم ازاي؟ يلا عندك سبيد عندك ديستانس، هتقول لي ان التايم ايكوال الديستانس اوفر السبيد. حصل حصل طبعا. طب هي الديستانس الاولانيه بكام يا دكتوره؟ هتقول لي خد بالك يا مستر الديستانس الاولانيه كانت 30، ادي 30. طب والسبيد كانت بكام؟ ب 3. يبقى 30 اوفر 3 بكام؟ ب 10 ايه؟ 10 سكند. طب يلا هات لي الثانية، هتقول لي اهو انا عندي الديستانس 120 اوفر السبيد 6، يبقى يطلع بكام؟ 120 يا مستر اوفر ال 6 يطلع ب 20 سكند. خلاص يا معلم انت جبت ال 10 سكند اللي هي ال تي 1 وال تي 2 انت جبتهم، ما خلاص. عندك توتال ديستانس بكام يا دكتوره؟ هتقول لي يا مستر 3 بلس دي اللي لا ال 3 دي السبيد، احنا قلنا الاولانيه كام؟ 30. يبقى 30 بلس 120 اوفر 10 بلس 20. خلاص خلصت، هي كده خلصت. والله خلصت خلاص. تعملهم بالكالكوليتر يطلع لك 5 متر بير سكند. يا رب تكون الامور وضحت واستوعبناها كويس. كالكوليت الاكشوال سبيد اوف الكار هوز ريلاتيف سبيد. اول ما يقول لي كده اقول له كده الريلاتيف، لازم تعمل اللي انا بعمله ده سبيد ايكوال، بس الاول تعالى نشوف اني دايركشن. بيقول لي انا اوبزرفر موف ان سيم دايركشن، اقول له كده ايكوال الاكشوال سبيد اللي انت محتاجها ماينس الابزرفر ايه سبيد يا مستر، وبناء عليه اللي هيحصل هتقول لي اللي هيحصل كالاتي. ايه اللي هو الاتي؟ تعالى بقى نطلع معلوماتنا. هوز ريلاتيف سبيد بكذا، يبقى هو مديني الريلاتيف سبيد اهي 130 ايكو، وهو عايز الاكشوال سبيد يبقى نزلها زي ما هي ماينس الابزرفر سبيد بكام؟ يقول لك ابزرفر سيم دايركشن بسبيد قد كده اهو 50. طب مش انت عايز الاكشوال سبيد اللي هي الاكس دي؟ ودي دي هناك بالاوبزيت ساين، يبقى نقول له كده ان الاكس اللي هي الاكشوال سبيد ايكوال 100 كام؟ 30 ماينس 50.
يبقى هشيل الاتنين من بعض يطلع لك ايتي كام يا مستر؟ ايتي متر ولا هو كيلومتر؟ ايتي كيلومتر بير اور. وبكده نكون خلصنا. لا في غلطة. ليه غلطة يا مستر؟ ده في غلطة حلوة قوي. ليه يا مستر؟ نعم دي نيجاتيف. تروح هناك نيجاتيف؟ لا طبعا تروح ايه، تروح بالبوزيتيف. خد بالك دي نيجاتيف، تروح هناك بوزيتيف. يبقى 130 بلس كام؟ بلس ال 50 بقى اللي جت من هنا اهو، ال 50. يبقى احنا هنعمل لهم سميشن وليس سبتراكت. يبقى الاثنين مع بعض يطلع 180 كيلومتر بير اور. غلطة ساين. نركز بقى عشان ده بيحصل من كتر الحل او من كتر التركيز، ممكن ايه تلاقي دماغك قامت ايه حاجة انت واخد بالك ان انت عملتها، انت فاهمها بس انت تكتبها غلط. خلاص فركز فيها قوي، ودي بتكون فايدة الصراحة المراجعات، ان بعد ما تحل في اي امتحان انا حليت وخلصت. صح، ابتدي اتعامل مع الاسئلة بمنتهى الهدوء مرة تانية، وابتدي اراجع واشوف الخطوات بتاعتي واحسبها تاني عشان الفول مارك ما بيكونش بالبساطة كده. خلاص يلا اللي بعده. 25 calculate the actual speed. حاضر. Who's the relative speed بكذا؟ يبقى هو مديني الريلاتيف سبيد. تو ان انا اوبزرفر موفينج ان اوبزيت دايركشن اهو، ادي كده. طب ما خلاص هي مش احنا عارفين الريلاتيف سبيد ايكوال الاكشوال بلس الاوبزرفر. اه طب دي بكام من الريلاتيف سبيد؟ هتقول لي الريلاتيف، تعالى بقى ننزلها تحت شويه كده عشان نكتب فوق. يبقى الريلاتيف كانت بكام؟ قال لنا الريلاتيف سبيد ب 80. ادي ال 80 ايكوال الاكشوال اللي انا عايزها بلس، عشان هو قال لي في الاوبزيت دايركشن 30 اهو. دي بقى زيها اهو، دي يروح هناك بالاوبزيت ساين. بص هنا البوزيتيف يروح نيجاتيف، يبقى الاي ايكوال 80 ماينس 30، يبقى الاي ايكوال 50 كيلومتر بير اور. خلصانه. وصلت؟ وصلت طبعا، الحمد لله على السلامه. اللي بعده بيقول تو كارز موف ان ذا سيم دايركشن، عربيتين بيتحركوا في السيم دايركشن. اف السبيد بتاعت الفيرست كار 50 كيلومتر بير اور، اند السبيد اوف السكند كار 70، ادي 70 كيلومتر بير اور. طيب عايز ايه يا عم؟ كالكيوليت الريلاتيف سبيد اوف السكند كار ريلاتيف تو الابزرفر. السكند كار الابزرفر، هقول لك عينيا، طالما الاثنين بيتحركوا في السيم، بس خد بالك بقى هو عايز الريلاتيف سبيد لي ابزرفر ستاندينج اون ذا جراوند. طب ما انا عارف ان الريلاتيف سبيد ايكوال الاكشوال سبيد طالما في الايه، في السيم دايركشن ماينس الابزرفر سبيد. طالما الابزرفر ستاندنج على الجراوند يبقى الابزرفر سبيد بزيرو، اذا الريلاتيف سبيد ايكوال الاكشوال سبيد. خلاص. طب هو بيقول لي ان الاكشوال سبيد بتاعت، هو عايز الايه، الريلاتيف سبيد اوف السكند كار، سكند كار 70. وصلت؟ هتقول لي وصلت. وبما ان هي 70 يبقى تقول لي كده الريلاتيف سبيد ايكوال 70 كيلومتر بير اور. ودي مين؟ ودي كانت اول بوينت عندنا يا مستر. حصل؟ تقول لي حصل. طب يلا اللي بعدها، يلا بينا نجيب الكالر الموف ده. حلو. بيقول لك بقى سيتنج ان ذا فيرست كار، يعني انا عايز الريلاتيف سبيد بتاعت السكند كار دي. خلاص لابزرفر هنا. خلاص طالما الاثنين في السيم دايركشن يبقى اقول 70 اللي هي الاكشوال ماينس الابزرفر كام؟ 50، يعني يطلع كام؟ 20 كيلومتر بير اور. بس كده حصل. حصل. طب تعالى، وات ار يو كونكلود فروم الريزلتنت، انت استنتجت ايه من الريزلتنت دي؟ يعني ايه يا مستر؟ يعني ايه اللي انت فهمته؟ اقول له والله ان الفاليو بتاعت الريلاتيف سبيد، الفاليو دي بتاعت الريلاتيف سبيد اختلفت باختلاف مين؟ الابزرفر سبيد، الحاله بتاعته. والله لو الابزرفر كان ات ريست هلاقي ان الفاليو بتاعت الريلاتيف هي الاكشوال. طب لو كان الابزرفر ان موفمنت، والله لو في السيم يبقى انا بطرح، لو في الاوبزيت يبقى انا بعمل بلس سمشن. هو ده اللي انت هتقوله. يبقى اقول ان الريلاتيف سبيد ديبند على البوزيشن بتاع، طبعا البوزيشن والدايركشن بتاع الابزرفر. يبقى انا بيهمني حاجتين للابزرفر، البوزيشن بتاعه مكانه، والدايركشن لو بيتحرك هل بيتحرك في نفس الاتجاه ولا في عكس الاتجاه. يلا 27 two trains moves parallel to each other but in the opposite direction the speed of the first train is قد كده. عندك اثنين ترين بيتحركوا في الاوبزيت دايركشن، يبقى هنعمل سبمشن. الاولاني ادي الاي ماشي بالسبيد ديت، والتاني ماشي بالسبيد ديت، ده البي. كالكوليت الريليتيف سبيد اوف الفيرست از اوبزرفد باي الباسنجر ان السكند ترين. طالما الاثنين بيقول لي يا مستر في الاوبزيت دايركشن، يبقى الريليتيف سبيد هنقول 60 بلس 90، نجمع الاثنين مع بعض يديك الريليتيف سبيد 150 كيلو متر، هي دي الفاليو اللي هتطلع. يلا يا دكتوره اخر سؤال هننهي بيه الفيديو بتاعنا.
بيقول لي تو ريس كارز، الفيرست كار موف ذات سبيد كذا، دي الفي 1، وايل ان السكند كار موف بالسبيد كذا، دي الفي 2، دي الاكشوال اكشوال، خلاص ان ذا سيم دايركشن. منشن ذا فولوينج، الريلاتيف سبيد بتاعت الفيرست الاولانيه ريلاتيف تو ابزرفر ستاندينج اون وان سايد اوف ذا ريس رود. طالما وان سايد اون ذا الروت، طب هي الفيرست كار ماشيه بكام ايت؟ هقول له ان الريلاتيف ايكوال الابزورب الاكشوال سبيد، الاكشوال سبيد بلس او ماينس الابزرفر. طب مش هتفرق بلس او ماينس ليه؟ لان الابزرفر ستاندنج زيرو، اذا الريلاتيف هي هي الاكشوال، يبقى هتطلع اول واحده بكام؟ ب 80. طب الريلاتيف زيرو سكند كار الريلاتيف تو بازنشر ان الفيرست كار، عايز السكند بالنسبه للايه؟ للفيرست، مش الاثنين. الاثنين بيقول لي مالهم؟ بيقول لي في السيم دايركشن. خلاص طالما سيم دايركشن يبقى انا هعمل ايه؟ عمليه سبتراكت. طب هو الاولاني بكام؟ 120 اللي هي الريلاتيف سبيد للسكند كار ريلاتيف تو الاولانيه، يبقى ماينس الاولانيه يطلع بكام؟ هيطلع 40 كيلومتر بير اور. وبكده بفضل الله نكون خلصنا حل اسئله الليسون الاول. ما تنساش لو انت وصلت معايا للجزء ده من الفيديو حط اللايك الجميل، ما تنساش تعمل شير لكل زمايلك، واهم من دول ان حضرتك تكون سبسكرايب على القناه ومفعل الجرس. ربنا يوفقك يا رب. شكرا، سلام عليكم.